الاتحاد الاوروبي قرر استخدام اموال روسيا المجمده لصالح اوكرانيا، بس تعرف قد ايه الفلوس دي وهيستخدموها في ايه؟ دول الاتحاد الاوروبي اتفقت على استخدام 3 مليار يورو من ارباح الاصول الروسيه المجمده لشراء اسلحه مشتركه لاوكرانيا، وده لان اوروبا صدرت نحو 190 مليار يورو من اصول البنك المركزي الروسي وفقا لصحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه. وبحسب الصحيفه ف 90% من المبلغ ده هيتم استخدامه لشراء اسلحه ومعدات عسكريه للجيش الاوكراني، اما ال 10% الباقيين فهيتم استخدامهم في اعاده اعمار اوكرانيا. خلينا اقول لك ان يورو كلير، واللي هي بالمناسبه واحده من اكبر انظمه التسويه والمقاصه في العالم، حققت من بدايه الحرب في اوكرانيا حوالي 5 مليار يورو أرباح من الأصول الروسية. طبعا روسيا ما سكتتش على الكلام ده، وأعلنت هي كمان مصادرة 700 مليون يورو من الأصول المملوكة لثلاث بنوك غربية، وهي يوني كريدت الإيطالي ودويتشا بنك وكوميرتس بنك الألمانيين. عشان يفضل السؤال الأهم، هل هنشهد تصعيد أكبر بين روسيا والغرب الفترة الجاية؟